أما هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى صلاة تكلم بكلمات، فسألته عائشة رضي الله عنها عن تلك الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له. وتلك الكلمات هي: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه أخرجها النسائي في عمل اليوم والليلة، وكذلك أخرجها الإمام أحمد رحمه الله، وإسنادها صحيح كما قال ابن حجر رحمه الله.